إذا بدنا نطلع الآن على ترانسديوسر تكنولوجيز. ترانسديوسر تكنولوجيز هي التكنولوجيز المستخدمة حتى أحول السيجنال. تذكروا إحنا بدنا نحول السيجنال من الفيزيكال من العالم الحسي الفيزيائي بدنا نحولها للعالم الكهربائي. عندنا مجموعة من التكنولوجيز، بدنا نطلع على أنواع التكنولوجيز هاي اللي موجودة. فممكن أنا أستعمل المبدأ الريزيستيف. إيش يعني أستعمل مبدأ الريزيستيف؟ تمام، إنه الفيزيكال فاريبل لما بتغير بغير ريزيستنس، والريزيستنس هاي بقيسها وبكمل. أو ممكن أستخدم مبدأ كاباسيتيف إندكتيف. إندكتيف كمان عندي إندكتيف صحيح اللي هو أتأكد بس إني أحاطه هون. أنا مسميه ماجنتيك. بس هو يعني شبيه بالإندكتيف. بعدين عندنا إلاستيك. وعندي بي عندي إلكتريك ثيرمو إلكتريك. هلا هذا معناه لما تتغير الحرارة بنشع عندي، لما بحط إلكتريك بنشع عندي فولتج. ثيرمو كابل. ثيرمو كابل أحسن مثال عليه، بس إحنا بنحطه بشكله العام. بعدين عندي فوتو إلكتريك بيزو إلكتريك. كمان لما بحط كلمة إلكتريك معناها الإفكت هذا بنتج منه فولتج. هذا بغير ريزيستنس بس هذا بنشع عنه فولتج. فهون ظاهرة البيزو بنشع عنها فولتج، ثيرمو بنشع عنها، وبعدين بيجي عندي كمان فوتو إلكتريك. فهذول كلهم اللي بنتهوا بإلكتريك معناها عماله بصير في عندي تغير، التغير بظاهرة معينة عماله بيؤدي إلى فولتج. فوتو فولتايك. هول إفكت. هول إفكت أنا حطيتها ظاهرة لحالها. هول إفكت زي الماجنتيك. صحيح إلى حد ما بيشبه الماجنتيك مزبوط، بس أنا بالماجنتيك رح أركز أكثر على الإندكتيف. بالهول إفكت رح أفرجيك الكهرباء اللي بتنتج عندي من ناتج عن الموتور إفكت والجنريتر إفكت. وفي هول إفكت سنسرز هلا مجموعة كبيرة. بعدين عندي أوبتيكال. التراسونيك. هدول هم مجموعة. طبعا ممكن تلاقي انت تكنولوجيز مختلفة بس انا هدول ركزت على هدول التكنولوجيز. هلا هون كأنه احنا عمالنا بنقول انه عندي تغيرت الريزيستنس الكاباستنس الاندكتنس ستروك ماجنتيك. هدول كأنهم تغير. خلينا نحط الالاستيك هون. صار هدول كومبوننتس عندي هون عم بنتج عندي فولتج، وبصير عندي هون فولتج افكت. هلا الفوتو الكتريك في اختلاف بين الفوتو الكتريك والفوتو فولتايك، رح نشوفه لما نطلع على الكومبوننتس المختلفه. الاستيك عندي اذا شيء بشده بصير في ديسبيسمنت، ديسبيسمنت بتؤدي لفورس، عمالي بقيس الفورس عن طريق الالاستيك. وبعدين رح نحكي عن هدول الهول افكت والاوبتيكال والالتراسونيك بعدين. خلينا نبدأ نحكي عن الريزيستيف. أول واحد، أول نوع الريزيستيف رح ناخذ أمثلة إيش الأشياء اللي ممكن تتغير بحيث أنها تغير مقاومة. ما بدي الأشياء اللي بتولد منها فولتج، لأن الفولتج رح نحكي عنه بعدين. بدي أركز على الأشياء اللي إذا غيرتها أو تغير البارامتر رح يعطيني. فعندي أول واحد رح أخذه اللي هو الفوتو كوندكتيف أو الفوتو ريزيستيف. شايفين كيف بيختلف هذا عن الفوتو إلكتريك؟ الفوتو ريزيستيف رح تتغير مقاومة. الفوتو الكتريك يتكون عندي فولتج، راح يطلع عندي فولتج او يتغير شيء كهربائي. بدي اعرف عندي هون هذا فوتو كوندكتيف او فوتو ريزيستيف. والفكره الاساسيه فيه بيستخدم ماده الكبريتيد معدن، مثلا كادميوم سلفايد CDS كادميوم سلفايد. مادة الكادميوم سلفايد بتتأثر كثير مقاومتها بالإضاءة الإلومينيشن اللي ساقط عليها. NDR Light Dependent Resistor. تمام، إذا كمية الإلومينيشن اللي نازلة عليها عمالة بتغير مقاومتها. وعادة هدول إذا بتطلع عليهم بتلاقيهم كسنسرز موجودة، بتكون المادة كأنها مطبوعة طباعة على زجزاج عليها، على زجزاج. تمام، هاي بتعطوني كمية إضاءة اللي ساقطة. اتذكروا كمية الإلومينيشن اللي هي اللايت انتنسيتي
بنقيسها باللوكس، وحدتها باللوكس اللي هي لومنز بير سكوير متر. هاي بتختلف عن اللي بيستخدموها جماعه السولر. جماعه السولر عندهم في عندهم جهاز بيقيس واتس بير سكوير متر. اذا بتروح على مركز الطاقه في عندهم جهاز بيقيس، ما بيقيس هاي الاضاءه، هذا بيطلع بهمه بيقيس الإضاءة اللي ساقطة من الشمس، لأنه هو إذا بده يحسب قديش الطاقة اللي بده ياخدها بهمه يحسب واتس على سكوير متر. بس إحنا فعلياً اللي عم نقيسه هون هو لومنز بير سكوير متر. لومنز اللي هي جاي من، في اختلاف، في اختلاف ما بين اثنين، ماشي واضح؟ يعني ممكن تلاقي سنسر، السنسر بيستعملوا جماعة الطاقة بيعطين بيقيس واتس بير سكوير متر، وهو إذا بده يحسب قديش كمية الطاقة اللي بده يحولها بالسنة عشان يستفيد منها ويعمل يحطها على الشبكة ويولد كهرباء، بده يقيس واتس بير سكوير متر. إحنا هون عم نقيس لومنز بير سكوير متر اللي هي لوكس. يعني هاي لومنز اللي هي لوكس. فأنا عم بحول لومنز بير سكوير متر إلى لوكس، وكمية اللوكس اللي ساقطة عمالها بتتحول لمقاومة، فصار في علاقة طبعاً مش شرط إنها تكون خطية ما بين اللوكس اللي ساقط على هذا السنسر ومقاومته. واذا جبت الداتا شيت تبعته، حتى انا حاطط اظن في اخر السكشن هذا اذا بتطلعوا، او اخر شيء حاطط اظن داتا شيت في ابندكس، ابندكس واحد. لا والله مش واحد، يعني حتى مش حاطه بالمره. هلا دكتور اذا زادت الاضاءه بتزيد الريزيستنس تنزل؟ لا لا تنزل. طب ما في بوث ويز انه اذا زادت بتزيد الريزيستنس ولا لا؟ العكس يعني قصدك؟ ما شفت، انا ما بعرف، ما شفت. هل في مقاومه؟ ما اظن. هو اللي بيصير لانه مرتبط بالعمليه الفيزيكال تبعت السوليد ستيت ماتر، لما تنزل طاقه كانها بصير في كاريرز اكثر، بصير اسهل انه يمر. هاي هي مرتبطه الظاهره، يعني هاي اللي بفهم فيها جماعه السوليد ستيت، السوليد ستيت فيزيكس. بصير يعني بيقدر يشرح لك بالضبط، بصير يشرح لك الفينومينال هاي، انه ليش هاي الماده لما ينزل عليها الطاقه كيف بصير بيزيدوا عدد الكاريرز وبصير اسهل. فهاي عمالها بتزيد، لما بزيد اللوكس من هون بتنزل المقاومه. واذا بتفتح الداتا شيت راح يشرح لك بالضبط في الداتا شيت العلاقه ما بين هدول. مثلا ممكن يقول لك على اذا اقل من 50 لوكس المقاومه راح تكون 1 ميجا اوم، لما توصل مثلا 200 لوكس راح تنزل المقاومه ل 5 كيلو اوم وهكذا. وممكن تستخدمها في سنسر كثير بتطبيقات، بعض التطبيقات مثلا بيعملوا ديتكشن لكميه الاضاءه زي الاضاءه الاوتوماتيكيه اللي بالشوارع. تقدر تبني تعالجها بعدين زي ما بدك بالسوفت وير. نعم بامكانك تعملها كاليبريشن، بس هي عاده تستخدم اكثر منها اون اوف، فلو ممكن تستخدمها كلايت ميتر، يعني ممكن هذا تحوله للايت ميتر مضبوط، بس بدك تعمل كاليبريشن لانه العلاقه مش لينير. يعني بدك تشوف قديش اللوكس هذا قديش بعطيني المقاومه، واللوكس هذا بعدين بدك تقراهم وتحول الدائره. وهلا احيانا بيستخدموا هذا كمان في بريدج، ممكن رح نحكي عن البريدج بعدين، بس بامكاننا نستخدمه هذا. يعني ما بعرفش اذا بفيدني بالحاله هاي ولا لا، لانه تغير مقاومه كبير، بس احنا عاده بنستخدم البريدج لما تكون تغير مقاومه قليل. بس هون تغير مقاومه قليل جدا. هون بحطه كومبنسيتنج ريزيستر علشان الريزيستنس الحراره والهاي. أنا اللي بتوقعه، يمكن أكون غلطان، لما نبحث البريدج بعدين، هذا حالته تغير المقاومة تبعه هائل جدا، بحيث إنه مباشرة بإمكانك تحطه مقاومة والسنسر هذا هون وتحطهم فولتج ديفيجن وتدخلهم. وين بنستخدم البريدج؟ مهم جدا في السترين، في سترين جيج. سترين جيج التغير صغير جدا لدرجة إذا ما عملت هيك راح تضيع الإشارة. ورح نشوف ليش بالضبط بنستخدم البريدج بيساعدني اكثر. بس اظن هون من اللي من بتذكر انه مباشره بتاخذ هاي السيجنال وبتعالجها، بس خلينا نتاكد منها وشوف. اشتغلنا عليها. نعم اشتغلت عليها. عملتها هيك فولتج ديفيجن، هذه هون عاده كافي. حاول اعمل هاي بسترين جيج راح تدمر السيجنال، مش راح يطلع معك شيء، راح تلاقي انه السيجنال ولا يمكن تشوفها ولا يمكن تلاقيها، تغير بسترين جيج صغير جدا. اوكي اذا هذه اول. خلينا ناخذ الثانيه، البوتنشيومتريك. البوتنشيومتريك واضحه جدا. ايش بحول لي البوتنشيومتريك؟ ديسبيسمنت. تمام. روتيشنال او ترانزليشنال. واللي هو صار عندي يا بستخدم بوتنشيومتر خطي يا بستخدم بوتنشيومتر دوراني. هاي طبعا مكروهه، مكروهه تماما بالهاي. البوتنشيومتر له مشاكله، فلذلك عاده قليل جدا لا تلاقي الا في التطبيقات الرخيصه جدا. تروح تشتري انت ريزيستر خطي يعطيك ديسبيسمنت خطيه. مين اللي بيستخدمه حتى يعطيني ديسبيسمنت خطيه احسن بكثير من البوتنشيومتر؟ ال في دي تي.
ال في دي تي احسن جهاز من احسن الاجهزه حتى. نعم تفضل. بس ال في دي تي الرينج تبعه كثير صغير بالنسبه. مزبوط الستروك تبعه قليل، هذا بعطيني ستروك طويل صحيح، بس عاده انا من اللي شفته كثير في التطبيقات بيكرهوا انك تستعمل بوتنشيومتر. البوتنشيومتر مشكلته هاي الوايبر اللي بتضرب هون بتعطي نويز كثير وفيها مشاكل كثير. ال في دي تي ممتاز، بس ال في دي تي زي ما انت حكيت الستروك تبعه محدود. طيب في ال في دي تي بيجي طويل. تمام جيب لنا شو ستروك، ما هو بدي ستروك، انا ما بدي طوله هو نفسه، بدي ستروك تبعه. شفته كانت بلس ماينس 5 ملم. انت قديش شفت؟ ما والله ما انتبهت. يلا شوف لنا، جيبوا لنا المره الجايه، جيب لنا ايش بتلاقي، ايش اكثر ستروك تقدر تلاقيه بالال في دي تي. اوكي، بس هون احنا عم نحكي على الاقل في بعض التطبيقات ممكن، يعني مثلا احد التطبيقات استعملوها زملائكم لما عملنا البندولم، عملوا بندولم بده ياخذ هو الروتيشن تبعت البندولم. هلا اذا انا تطبيق غالي وبروفيشنال ما بستخدم بوتنشيومتر، شو بستخدم؟ في روتيشن ال في دي تي، بس الشائع اكثر شافت انكودر. اذا بدي تطبيق صناعي ريلايبل بستخدم للروتيشنال ديسبيسمنت شافت انكودر، بس اذا بدي شيء رخيص وسهل بقدر استخدم بوتنشيومتر. بس البوتنشيومتر زي ما حكيت مش ايديال من هاي الناحيه، لكن بيقدر يحول الديسبيسمنت يحول. هلا النوع احد الامثله الثالثه اللي هي الميتال سترينج. هلا من اسمه ميتال، ليش استعملت، ليش سميته ميتاليك سترينج جيج؟ مرات بنسميه ميتال فويل. ميتال فويل مش معناها شيت. بس ليش سميته ميتال سترينج جيج؟ ايش بيوحي لك هذا؟ انه في نوع ثاني سترينج جيج مش ميتاليك، في سيمي كوندكتور سترينج جيج. فالميتال سترينج جيج هذا هلا راح نشوفه بعدين لما نيجي نطبقه. التغير في سترين هو طبعا بقيس سترين، ومن سترين بستنتج ايش؟ ايش الواقع؟ شو سترين بايش مرتبط سترين؟ تمام الديفليكشن بستريس. لما بتاخذوا سترينث مش في عندنا علاقه ما بين ستريس وسترين. سترين جيج ما بيقيس ستريس مباشره، هو ايش بيقيس؟ سترين. وسترين ايش انا عم بيصير عندي؟ ايش تعريف سترين؟ دلتا اوفر. تمام، دلتا ال على ال او دلتا دي على دي، ان هي نسبة التغير في الطول. فهو فعليا عم بيقيس مقاومة، المقاومة ايش بتدلني على؟ سترين. والسترين بدلني على بشرط اني وين اكون بالمادة. لسه في الالاستيك ريجن. الالاستيك ريجن، احسنت اشكرك. بس هذا لازم يكون معك موديلوس اوف ريجيديتي للمادة. تمام، كله هذا كله رح نحكي فيه لما نيجي على الستريس والسترين. يعني انا عمالي بفترض انه في عندي مادة ميتاليك، يعني لو عندي انا برج ستيل ستراكشر، وستيل ستراكشر بدي ادرس انا ستريسز اللي موجوده بهذا الستيل ستراكشر، اتاكد انه مظبوط اللي انا بنيته والموديل تبعي صحيح. بركب سترين جيجز، طبعا سترين جيجز بدي اتاكد اني اركبها بالشكل الصحيح حتى تعطيني الدايركشن، لان هي فيري دايركشنال هاي سترين جيجز. اذا حطيتها بهذا الاتجاه تعطيني ستريس بهذا الاتجاه، ما بتقيس ستريس العمودي عليها بهذا الاتجاه. بحطها هي هلا لما يصير في عندي ستريس في الماده راح يتحول لسترين. السترين راح ياثر على هاي ويغير المقاومه تبعتها، والمقاومه تبعتها بعدين راح احطها وين؟ السبب اني راح احطها هون لانه التغير في هذا راح يكون صغير جدا. والسبب الثاني اللي هو التمبرتشر كومبنسيشن، بحط هدول عشان اذا صار في تغير بالحراره هدول بياثروا على بعض، بيلغوا بعض، الاثر تبعهم بيلغوا بعض. راح نحكي عن الويتستون بريدج بشكل تفصيل اكثر، وليش بنستخدمه، ليش لازم استخدمه بحالي هاي. يعني لاحظوا هون هي مثالين جيدين يجوا مباشره ورا بعض. هون ما وجدنا انه بحاجه اني استخدم بريدج، هون ضروري جدا استخدم بريدج، ولذلك اقترن اسم الويتستون بريدج بالسترينج جيج، بالميتاليك سترينج جيج.